مساء الخير. كيماوي الأسد أصبح حاضرا بقوة في المحافل والمحاكم الدولية، ومن خلفه تصريحات أوروبية تبدو جادة هذه المرة باتخاذ إجراءات عقابية. فتقرير حمل النظام لأول مرة مسؤولية هجمات كيماوية في سراقب عقبته شكوى قدمها محامون آل السويد، طالبت بفتح تحقيق بهجمات الغوطة وخان شيخون، ويلي ذلك أيضا جلسة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال الأسبوع الجاري للتصويت على فرض عقوبات على النظام. فما الذي يمكن أن تسفر عنه كل التحركات؟ وهل سيتمكن المجتمع الدولي أن يدين الأسد بعد 10 سنوات حافلة بالقتل والمجازر؟ أما في المحور الثاني لحلقة اليوم، يظل تنظيم الدولة من أكثر الملفات تعقيدا في منطقة اجتمع الفرقاء الإقليميين والدوليين فيها على حرب التنظيم، إلا أن عودة نشاطه مؤخرا صحب ببوادر اتهام حملها العراق ضد نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، ملقيا عليهما مسؤولية استمرار تحرك التنظيم في المنطقة. وتلك اتهامات يبدو أنها تشير بشكل جاد إلى بقاء فاعل للتنظيم بالرغم من إعلان التحالف القضاء عليه. فهل تعود المعارك إلى بدايتها أم أن التنظيم انتهى وبقيت الآثار المترتبة على وجوده في جزء جديد من مسرحية محاربة الإرهاب؟ مرحبا بكم. قدم محامون يمثلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، قدموا شكوى جنائية للشرطة السويدية وطلبوا بفتح تحقيق في دور نظام الأسد بالهجمات على الغوطة وخان شيخون. يأتي تقديم هذه الدعوة أمام المحاكم الأوروبية للمرة الثالثة بعد ألمانيا وفرنسا، وقبيل انعقاد اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي سوف يناقش مقترحا فرنسيا لتجريد النظام من حقوقه كعضو في المنظمة. أصواتهم لم تختنق بالغاز، ومطالبهم لم تضل طريقها للمطالبة بالعدالة. عبارة تلخص نجاح مسعى 4 منظمات حقوقية في رفع شكوى جنائية للشرطة السويدية ضد مسؤولي نظام الأسد، بمن فيهم رئيس النظام ذاته، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عام 2013 و2017. الشكوى المقدمة من منظمات المدافعون عن الحقوق المدنية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح تتهم النظام بشن هجمات بغاز السارين في خان شيخون عام 2017 وغوطتي دمشق عام 2013، شكوى عززت بشهادات من ضحايا وناجين من الهجمات في كل من خان شيخون والغوطة، بالإضافة إلى مئات الصور ومقاطع الفيديو. وتمت تسمية أكثر من 10 مشتبهين في ارتكاب الهجمات، من بينهم رئيس النظام بشار الأسد ووزير دفاعه علي أيوب بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد بالهجوم على الغوطة. تأمل المنظمات الحقوقية في إصدار السويد مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم حال دخولهم الأراضي الأوروبية بعد شكويين مماثلتين في كل من ألمانيا وفرنسا، وتم اختيار الدول الثلاث بسبب وجود سوريين متضررين على أراضيها ولأن ولاياتها القضائية تسمح لها بالتحقيق بجرائم ارتكبت خارج حدودها. وفي حين تضيق منظمات المجتمع المدني الخناق على جرائم النظام في أروقة القضاء الأوروبي، تنتظر النظام مواجهة خاصة في اجتماع الدول الأعضاء لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد مشروع قرار فرنسي لحرمان النظام من حقوقه في المنظمة، وهو المشروع الذي أثار غضب مندوب روسيا لدى المنظمة ألكسندر شوليغين، واصفا جميع الاتهامات بالمفبركة والتي تمليها المصالح الجيوسياسية على حد قوله. عشرات الهجمات بالأسلحة الكيماوية لم يتورع النظام عن تنفيذها، وفي 12 من شهر نيسان الجاري اتهم تقرير لمنظمة الأسلحة الكيماوية النظام باستهداف سراقب بغاز الكلور السام. فهل انتهى زمن الاتهامات وحان أوان الحساب على ما اقترفه النظام من جرائم؟
للحوار والتحليل ينضم إلينا مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال الشيخاني وهو معنا من بروكسل، وينضم إلينا أيضا مدير المركز السوري لحرية التعبير مازن درويش وهو معنا من باريس. أبدأ معك سيد مازن درويش، ما هي تفاصيل الإضافية للدعوة المقدمة للسلطات السويدية بشأن ارتكاب مجازر كيماوية في سوريا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. الدعوة بالسويد هي تتم لسلسلة من الدعاوى اللي بدأت بألمانيا ثم فرنسا وبالأمس كانت بالسويد. يعني الدعوة أيضا تتناول ضربتين بشكل أساسي، ضربة الغوطة الشرقية والغربية بالعام 2013 وضربة خان شيخون. ضربة الغوطة الشرقية وفقا للقانون السويدي راح تكون يتم التعامل معها كجريمة حرب، ونتيجة لتعديل القانون بعد العام 2014 فدعوى خان شيخون وضربة خان شيخون ستكون وكتعاطي مع قانونيا كجريمة ضد الإنسانية. الدعاوى هو مسار متكامل في البلدان الثلاثة بهدف ليس فقط تسليط الضوء على الجرائم والوقائع التي حصلت، لكن أيضا بكشف السلسلة المتكاملة للضربات الكيماوية. عندما نقول أن هناك استخدام للأسلحة الكيماوية، هذا يعني أن الأمور تبدأ من الشركات الموردة للعناصر الأساسية التي يتم تصنيع منها الأسلحة الكيماوية، مرورا بمركز البحوث العلمية، المكان الذي يتم فيه مزج هذه العناصر والتركيبات، وصولا إلى يعني عملية تزخير القطعات العسكرية التي تستخدمها، سواء كانت مدفعية مثل ما تم بالغوطة أو صواريخ مثل ما تم بخان شيخون. وأيضا بالإضافة لسلسلة التركيب هذه، أيضا سلسلة الأوامر والقيادات والرتب، والتي تظهر أن هذه العمليات تتم بمعرفة وبأوامر من رأس النظام مرورا بالسلسلة بشكل متكامل. هذا الهدف الأساسي من الدعاوى. لكن أيضا وفقا للقوانين بحسب كل بلد من هذه البلدان، فرنسا تحديدا كونه يعني المركز يحمل الجنسية الفرنسية وهناك ضحايا وشهود يحملون الجنسية الفرنسية، فهناك إمكانية ليس فقط لإصدار مذكرات توقيف أوروبية أو دولية، لكن أيضا هناك إمكانية لإقامة محكمة حيث أن القضاء الفرنسي يقبل بالمحاكمات الغيابية، وهذا أيضا أمر في غاية الأهمية. ولهذا السبب يعني تم اختيار فرنسا والسويد وألمانيا سيد مازن؟ بشكل أساسي يعني كما ذكر تقريركم، يعني اختيار هذه الدول سواء كونه قوانينها تسمح، يعني ألمانيا أو السويد الاختصاص العالمي فيها يسمح بإقامة هذه الدول، أو فرنسا حيث أن محاكمها مختصة بالجرائم التي تقع على مواطنيها حتى لو كانت خارج الأراضي الفرنسية. الشروط القانونية، توفر المدعين الضحايا المباشرين الذين هم على استعداد يعني تقديم الشكاوى بشكل مباشر وعلني أمام المحاكم، هذا أيضا أمر بغاية الأهمية. بالإضافة أيضا لتوفر الأدلة، يعني مثل أي شكوى قانونية، نحن نتحدث عن مسار قانوني قضائي وليس مسار سياسي، لابد من وجود الأدلة التي ترتقي للمستوى والمعايير القانونية، الأدلة التي يمكن تقديمها أمام المحاكم وفقا لشروط قانونية أحيانا تكون معقدة جدا. نعم سيد نضال الشيخاني، ماذا ستضيف هذه الشكوى الجنائية المقدمة في السويد من قبل أربع منظمات حقوقية يعني تمثل ضحايا الناس المتضررين من الهجمات الكيماوية في سوريا؟ مساء الخير استاذ، مساء النور لك والسادة المشاهدين وضيفك الكريم. طبعا نحن نرحب بهذا النوع من الدعاوى، لانه اليوم نحن عم نحاول نوضح للعالم اجمع بانه هذه الحقوق هي حقوق سوريين. بداية اليوم نحن عم نبحث عن عدالة للضحايا اللي هن، وللاسف بعد اربع سنوات عم نتحدث عن جريمة اخرى عمرها ثمان سنوات، عم يفتح اليوم فوهات جديدة للمحاكمة، وهذا شيء ايجابي جدا. اليوم بيبقى الموضوع متعلق على قيمة الأدلة وكيفية تعامل المدعين العامين مع هذه الأدلة. في الدعوة السابقة اللي قدموها الزملاء في ألمانيا، ورد طلب لمنظمة حظر الكيميائية لمشاركة المعلومات بما في ذلك المعلومات اللي تم تسليمها لبعثة تقصي الحقائق، فريق التحقيق وتحديد الهوية وآلية التحقيق المشتركة.
لتسليم هذه الأدلة للقضاء. اليوم أيضا القضاة عم بيحاولوا يوسعوا دائرة التحقيق هاي للحصول على أكبر عدد من الأدلة ليدعم هذه الملفات. وبالتالي اليوم أيضا في أكثر من رسالة موجهة عبر هذه الدعاوى اليوم، باللي ذكرناه قبل شوي، هو ضمان حقوق الضحايا السوريين، وأيضا إرسال رسائل للي استخدموا هذه. اليوم ما في هروب من هذه، من العدالة. اليوم نحن عم نتحدث عن جريمة حرب بكل المعايير. هذه الجريمة ما راح تسقط بالتقادم ولا بأي شكل من الأشكال. واليوم نحن عم نشوف ثغرات عم تنفتح، لا حتى نحن نتوجه للعدالة اللي بيحلم فيها كل سوري. هذا كمان الدعاوى هذول اللي عم بتقدموا أكثر من المحيط الأوروبي، عم يعطوا أيضا دعم للقناعات لدى الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إنه لازم نحن ناخذ إجراء حقيقي، ناخذ إجراء صارم. تكون يعني اليوم ما بصير. اليوم تصريح السفير الفرنسي كان في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه نحن اليوم ما فينا نتعامل مع عدم المبالاة إلى الأبد. لازم الدول الأطراف تاخذ قرار. اليوم وزع على دول الأطراف نسخة من المقترح الفرنسي اللي بنص على بيطالب دول الأطراف بالتصويت على تجميد عضوية النظام السوري، وهذه واحدة من الإجراءات اللي أيضا تحقق العدالة للضحايا وتعمل توازن لاتفاقية حلول. نعم سيد مازن درويش، يعني متى سيتم حصد نتائج الدعوة المقدمة من قبلكم ومن قبل باقي المنظمات في السويد؟ يعني للأسف الشديد المسارات القانونية هي مسارات طويلة زمنيا. نعم. يعني كمان ما بدنا نرفع سقف توقعات السادة المشاهدين أو الضحايا. بنعرف قديش الوجع بسوريا خلال 10 سنوات من المجازر والانتهاكات المستمرة، سواء باستخدام الأسلحة الكيماوية أو غيرها. وهناك أيضا يعني مجموعة واسعة من الدعاوى، ليس فقط حول استخدام الأسلحة الكيماوية. المسارات القضائية طويلة، المسارات القانونية ربما تستغرق سنوات، لكن يعني خليني أحكي عن أن الطريق إلى العدالة تم الخطو بالخطوات الأولى، وهذا بحد ذاته أمر جيد، وهذا أمر يبنى عليه. لكن لن يكون هناك يعني أحكام، لن تقوم النظام السوري بإرسال في الغد إرسال المشتبه فيهم. وحتى نكون أيضا واقعيين، هناك يعني ما يزال طريق طويل، يبدأ بالتحقيق، الاستماع للشهود، فحص الأدلة، توثيقها. كما ذكر أيضا الزميل نضال، المحاكم طلبت من OPCW وأيضا من يعني التربل آي ام، الآلية الدولية الحيادية والمستقلة، تزويدها بما لديها من الأدلة. هناك عمليا يعني بداية لهذا المسار، قد يستغرق سنوات لكنه بدأ. لكن لا يجب أن يتم الانتظار حتى ينتهي المسار القانوني والقضائي. نعم. لاتخاذ خطوات سياسية. ما يحدث الآن في لاهاي، ويمكن قد يكون غدا التصويت، هو على الرغم من رمزيته، يعني حرمان النظام السوري، حرمان أي دولة. نعم. من سنأتي للحديث والحقوق سيد تتعلق مازن درويش الأمر عن التصويت واجتماع يعني الذي سيعقد خلال هذا الأسبوع، ولكن لكي أبقى في تفصيلة الشكوى المقدمة من قبلكم ومن قبل المنظمات الأخرى، يعني في حال بعد سنوات عديدة أو سنوات قليلة صدر الحكم، ما هي آلية التنفيذ في السويد تحديدا؟ يعني الأمور ستمر بمراحل. قد يكون هناك مذكرات توقيف، كما ذكرت لا نتوقع أنه في الوضع السياسي القائم حاليا. كمان نحن عم نحكي عن النظام وهو قائم، عن هذه الأشخاص وهي على رأس عملها، لكن هذا أيضا لن يستمر إلى الأبد. فنبدأ بمذكرات التوقيف، سواء في حال هدول الأشخاص غادروا سوريا لأي سبب كان، أو كان هناك يعني هناك تغيير سياسي في سوريا. هذه المذكرات التوقيف سينتج عنها جلب وأحضار وإعادة هذه المحاكمات والمشتبه فيهم وهم موجودين أمام القضاء بشكل مباشر، وفي مواجهة للأدلة، وفي مواجهة للضحايا المباشرين لهم.
ما ممكن فيما بعد ما يمكن أن يصدر عن قرارات. كما قلت القضاء الفرنسي تحديدا، محاكم الفرنسية تقبل المحاكمات الغيابية حتى بغياب الوجود المشتبه فيهم. هذه القرارات يتم تعميمها عبر الانتربول الدولي، يتم تعميمها عبر القنوات القضائية عالميا واليوروبول أيضا، لكن أيضا هذه القرارات هي إشارة ودليل قانوني على أن هذا النظام، على أن هذه الأشخاص هم متورطين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن النوع اللي كان يعتقد العالم أنه انتهى مع نهاية الحرب العالمية الثانية. عم نحكي نحن اليوم عن استخدام الأسلحة الكيماوية، عم نحكي عن يعني ما كنا نعتقد أن الإنسانية تجاوزته بمراحل هذا الأمر. بالتالي هذا يعني هذا الموضوع يجب أيضا أن يؤدي إلى إعاقة حقيقية بعدم قبول بإعادة شرعنة هذا النظام وقبوله داخل المؤسسات الدولية. ما يحدث الآن في الأو بي سي دبليو هو قد يكون تمهيد لنزع شرعية وجود هذا الشكل من الأنظمة في المؤسسات الأممية، في مؤسسات الأمم المتحدة واحدة تلو الأخرى. هذا الأمر أيضا له وزن سياسي، قد لا يكون هذه الدعاوى تحمل مفتاح الحل غدا، لكن هي صراع طويل، هذه معركة تربح بالنقاط، وبدأ السوريين تجميع نقاطهم. للأسف لا يزال المجرمين على رأس عملهم، لا تزال الانتهاكات قائمة، لكن هذا الأمر أفضل من استسلامنا للأمر الواقع، أفضل من رضوخنا لما يحدث وأن نقول نحن ضحايا مهزومين وفقط. لا، السوريين الناجين ال- 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 يعني دعاة الحرية في سوريا، دعاة التغيير، يستخدم كافة الأسلحة ومن ضمنها الأسلحة القانونية أيضا. نعم سيد نضال شيخاني، إلى أي مدى سوف تزيد هذه الشكوى المقدمة في السويد من الضغط على النظام قبل اجتماع منظمة تحضر الأسلحة الكيماوية هذا الأسبوع؟ في الواقع نحن ما فينا أيضا نتحدث فقط عن دعوة واحدة. الأستاذ أشرنا إلى دعوتين في ألمانيا، دعوة في فرنسا، دعوة الآن في السويد. إذا فينا بس نركز شوي، رح نلاحظ أنه مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صرح من البروكسل منذ يومين بأن النظام السوري متورط ب 18 هجمة كيميائية، يعني أشار بالتحديد أنه النظام السوري متورط في هذه الهجمات. وهذا النوع من الهجمات كله يصنف وفق معايير القانون الدولي كجريمة حرب. المشكلة نحن عم نفتقد الآلية القضائية اللي تقدر تحتضن كل هذه الملفات. اليوم في دعوة بهذا المكان وفي دعوة بهذه الدولة، نحن نرحب بهذه الدعوة، هذه الدعوة إيجابية جدا، مسارها طويل مثل ما تفضل الزميل، رح تاخذ وقت زميل مازن، رح تاخذ شوية وقت، في صراع قانوني رح يكون، في تحقيقات رح يلجأ إلى قاضي التحقيق يطابق سلسلة العينات، كيف كانت حضانة هي العينات، كيف تم نقلها من مكان إلى آخر. هذا الموضوع أكيد رح يكون حياخد وقت وحياخد وقته طويل، وخاصة أنه هذه الأدلة جمعت بواسطة مؤسسات سورية حقوقية لكن بالشراكة مع مؤسسات دولية تعمل على مستوى عالمي، وبالتالي التحقيق بهذه الجرائم أكيد رح يأخذ. لكن الفوهات الجديدة اللي فتحت في أوروبا، المؤسسات الحقوقية اللي عم تحاول تفتحها على الصعيد القضائي، هي مؤثرة جدا على الصعيد السياسي وعلى كافة الأصعدة. اليوم أيضا إحنا عم نحاول نوصل رسالة إنه حقوق السوريين لن تموت. مستحيل حق سوري، مواطن سوري تم استخدام عليه الأسلحة الكيميائية نحن نكون ساكتين. يعني اليوم نحن عنا كم هائل من الأدلة ما ممكن الضحط فيها، ما ممكن الطعن فيها. لو استجلبوا شيء، حتى لو كان يعني لو استجلبوا أيضا مثل ما حاولوا في ملف دوما ولا في ملفات أخرى للناس للطعن بالأدلة أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأمام منظمات أخرى. اليوم نحن في عم نحكي عن 18 حادثة موثقة بلسان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتالي حجم الجريمة كتير كبير، حتى كبير أمام الدول الأطراف. اليوم وزعت المذكرة الفرنسية، فقط للتنويه، اليوم وزعت المذكرة الفرنسية اللي عم بتطالب بتجميد أضوية النظام السوري على 193 دولة من الدول الأطراف، ومن المفترض القرار غدا صباحا إن شاء الله حيكون في تصويت في أروقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاتخاذ قرار
وردع النظام السوري عن هذه الانتهاكات. نعم، وانت سيد نضال، يعني وانت سيد نضال، هل تعتبر يعني اجتماع منظمه حظر الاسلحه الكيماويه بمثابه اختبار اخير لمعرفه النوايا الغربيه ان كانت ستقدم على اي خطوه جاده لمحاسبه النظام؟ باختصار لو سمحت. كان في تمهيد لهذه الخطوه عبر الاجتماع المجلس التنفيذي اللي كان في العام الماضي في الشهر السابع. يعني حاولت منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه انه تستخدم كافه الوسائل الدبلوماسيه بما في ذلك الإشارة إلى قرار من خلال المجلس التنفيذي لإعطاء مهلة 90 يوم اللي انقضت هذه المهلة ولم يعلن النظام السوري عن منشآت الـ 19 بالإضافة إلى معدات الطعام. هذه كانت من إحدى الوسائل اللي حاولت حتى سميت يعني هي تسوية وضع، يعني حتى النظام السوري لم يستجب لها، بالعكس كانت الردود منه ومن حلفائه على المجلس التنفيذي انه هذه بروباغندا، هذا الفريق التحقيق وتحديد الهويه مصنع من امريكا ولديه اجندات مختلفه جيوسياسيه مثل ما عم بيحكوا الروس. اليوم نحن اليوم في حقيقه المنظمه رح تاخذ خطوه جديه وفعاليه ورح تكون رساله لكل دوله عضو تفكر تستخدم هذه الاسلحه ضد البشر. نعم، اشكرك جزيل الشكر مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائيه في سوريا نضال شيخاني، كنت معنا من بروكسل. وجزيل الشكر أيضا لمدير المركز السوري لحرية التعبير مازن درويش، كان معنا من باريس. مشاهدينا نتوقف مع فاصل ومن بعده نتابع سوريا اليوم.